να πιάνω όμως. Εσύ πάει να κλάνεις να βέτει να ρωμός. Αιθήν να λέει, να λέει ρωμός, εσύ πάει να εσμά άδεσες. Εσμά ήρει, άδεσες. Φί άδεσες ο ζυζίζ, μα τσούνε κάισες. Ελ άδεσες ο ζυζίζ, is a gradual decrease in cortisol level. All relative cortisol deficiencies. لما تقول Addison's disease كلمة Addison's disease معناها ان الكورتيزون بيقل gradually او ان الكورتيزون موجود بس كميته ايه قليلة في relative deficiencies. واضح؟ طيب بصوا مع بعض يا اخي. Addison's disease is a gradual decrease in cortisol or relative deficiency in cortisol. السوبرينا جلاند عشان الكورتيزون يقل يبقى هنعملها دامج مش كده ولا لا؟ ده هرمون ناقص ولا زايد؟ ناقص يبقى ايه اللي يتشال؟ يا سيرجيكال ريموفال يا ريديشن يا اوتو ميون. سيرجيكال ريموفال حضرتك شلت السوبرينا جلاند عين كان عنده كوشن وانا شلت ايه؟ وهو طالع من العمليه بتديته كورتيزون بس اديته كورتيزون بكميه قليله مفهوم ما عملتش اديكويت الطيس مفهوم الريديشن اوتو اميون اوتو اميون يعني جسم يكون انتي بودز ضد السوبرينا جلاند ده بيحصل في عينين اديسونيا فينيشيس انيميا قطاع خدناها اللي هي بتبقى فيميل في هذا لو اي بيطلع عندهم ثلاثة انتي بوديز ويعملوا لنا بي 12 ديفيشنسي بيعملوا دامج برضه للسوبرين يبقى معاها دامج للسوبرين اوتو اميون مفهوم ولا لا؟ زمان كان اشهر سبب تي بي ميليري تي بي كان بيعمل دامج للسوبرين بيعمل كالسيفيكيشن للسوبرين ميليري تي ده زمان دلوقتي ايدز الايدز فايروس ما بيضربش السوبرين الايدز فايروس بيقلل الايميونيتي فيخلي سايت ميجالو فايروس هو اللي يضرب السوبرين الايدز يقلل الايميونيتي فيخلي سايت ميجالو فايروس هو اللي يضرب السوبرين مفهوم؟ دكاتره معايا؟ يبقى زمان كان ايه؟ تي بي دلوقتي ايدز اللطيف في الموضوع ان التريتمنت بتاع تي بي والتريتمنت بتاع الايدز بيعمل دامج للسوبرين يعني ريفان بسين بيعمل دامج للسوبرين والعلاج بتاع الايدز بيعمل دامج للسوبرين وفي ده واحده خدناه اسمه كيتو كونازول حلو قوي بس لازم يبقى دوزز عالي اند فاينل مجموعه الدوزز ساركويدوزز امايلودوزز هيموكوما دوز مجموعه الدوزز واضح؟ نسمعهم تاني مع بعض في ثلاثة اللي احنا عارفينهم سيرجيكال ايديشن اوتو اميون اثنين انفكشن زمان دلوقتي ايدز وعلاج اوكي اند فاينالي مجموعة الوس الايتيولوجيز اللي احنا قلناها دي بتعمل دامج لمين؟ لما تعمل دامج للسوبرين نعمل دامج للسوبرين لما تعمل دامج للسوبرين جلاند لما تعمل دامج للسوبرين جلاند بصوا هنا ولا الكورتيزول يخفض قليل اضستير سكس هرمونز قليل اي سي دي اتش ها ها عادي صح ده يسموه برايمري ادسنس اسمه ايه؟ برايمري لكن انا ممكن اعملك ادسنس بسيطه اعمل دامج للبيتيوتري اللي هو بان هايبوتيريزم او شيان سيندروم لما تعمل دامج للبيتيوتري الكورتيزول قليل والاي سي دي اتش قليل صح؟ هو دامج للبيتيوتري يعني مش هيطلع اي سي دي اتش مش هيطلع كورتيزول الالدوستيرون نورمال او ايفن عادي الادوستيرون مالهاش دعوه بالبيتيوتري هل الادوستيرون ليه علاقه بالبيتيوتري خالص معايا الادوستيرون نورمال لكن السكس هرمونز قليله ليه بقى
لان البيتيوت لما بتبقى دامج مفيش اف اس اتش ولا علاج. صح دكاتره لما تعمل دامج للبيتيوت البيتيوت بتبروديوسز اف اس اتش ان ال اتش. اف يو دونت هاف اف اس اتش ولا اتش اكيد سكس هرموز هتقل. مش كده ولا ايه؟ يعني ايه الفرق بين البرايمري والسكري ادز؟ البرايمري هو دامج للصغيرين، السكري ادز دامج للبيتيوت. برايمري ادوشن از لو، السكري ادوشن از نورمال او ايفن هاي. البرايمري اي سي تي اتش از هاي، السكري اي سي اتش از لو. مفهوم ولا لا؟ الفروقات دي مهمه. الكلينيكال بيكتشر بتاعت الادسون حجي كلينيكال بيكتشر بتاع الادسون هي ايه؟ انت جايب ناس من بره كمان؟ يعني الطقم القديم بتاعك مش مكفيه، جايب ناس من بره؟ بس فهم لك كلهم بما فيهم انت. الكلينيكال بيكتشر حجي اول اتش هاي بوتنشال، ودي مهمه جدا. الهاي بوتنشال العينين دول سببه ايه؟ اعتقد ناقص. ما تقلقوش انا حق انا حق انا بقع خلاص. الكورتيزول هيبقى ضايق في العينين دول ولا لا؟ ده يعمل لنا هاي بوتنشال، لان هيقلل السنسيفتي اوف ذا بلاد فيسلز تو كاتكولامينز. صح ولا لا؟ لا. لكن تفتكروا مين اللي عنده هايبوتنشن اعلى، البرايمري ولا السكندري؟ برايمري عشان كمان ما عندوش اردوستيرسيس، يعني برايمري ما عندوش اردوستيرسيس ولا عنده انتيزوس، لكن السكندري عنده اردوستيرسيس. مفهوم ولا لا؟ لا. فاعتقد ان الهايبوتنشن هيبقى اعلى في البرايمري. واضح؟ هايبوتنشن هيبقى اعلى في البرايمري. في عيانه كانت جت عندي في اي سي يو عندها 19 سنة وكانت داخلة بهايبر كاليم. حلو؟ ودي كانت عاملاها برادي كارد. معانا كانت لسه داخلة فأنا شخصتها أنسس. الدكتور شيخ مختار كان بيمر عليه. فبقول له حضرتك في ميل عندها 19 سنة ادمتد بيكوز اوف هايبر كاليميا. هارت ريت 50، البلد بريشر بتاعها كان 120 على 70. وبوتاسيوم عادي وعم تنكره في ادسنس. فقال لي هات لي دكتور يقدم لي الحاله. قلت له نعم. قال لي هات لي دكتور يقدم لي الحاله. يعني انا شويه بطاطس. فقلت له ليه كده بس يا ابني؟ قال لي قول اللي انت قلته فين؟ قلت له عيانه 19 سنه ضغطها 120 على 70 بوتاسيوم 7 خطريت 50 مشاكل في ادس. قال لي يا ابني هات لي دكتور يقدم الحاله. قلت له ليه يا بيه؟ قال لي ما ينفعش تتكلم عن ادس الا لو الضغط اقل من 110. تستغرب. ثانيا انت قلت لي الضغط 101. قلت له امال يعني ايه؟ قال لي لازم تقولي نايمه وقاعده. قلت له ليه يا بيه؟ قال لي لو سيادتك شاكك في ادس او العلامات ادس او تستغرب هاي بوتنشال. ففي الهايبوتنشن في ثلاث كلمات. ان الهايبوتنشن بيحصل مع البرايمري، يعني مفيش اكوندوستريزون ولا اوستيرون. الكلمه الثانيه ان الهايبوتنشن بيبتدي كاوتوستاسيس، والحاجه الثالثه ان الضغط دايما اقل من 110. مفهوم؟ دي الاتش الاولانيه اللي هي الهايبوتنشن. الاتش الثانيه هاي جلايسيميا عشان مفيش كورتيزون ولا لا. بس فيها حاجه يعني دايما لما الجلوكوز ينقص الجسم يطلع كاتكولامينز، والغرض من كاتكولامينز ان هي تعمل لايكوجينوليسيس عشان تعالج الجلوكوز في الدم. واضح؟ بس كاتكولامينز اللي بتطلع بتعمل لك تاكيكارديا وانكسابيلتي وانكزايتي وسويتي. فدي بيسموها العلامات التحذيريه بتاعت الهايبوغلايسيميا، فومونتري سنسرز اوف هايبوغلايسيميا. فسيادتك تعرف ان السكر واطي وتقوم كلنا في رمضان بنحس بالحاجات دي. الانكسايتي والارتباليتي والتريمرز والسويتنج والكلام ده بيحصل لنا في الصيام. دي اسمها البروموتري سيمسبس. عينين ادسون عندهم مشكله كده. يجي لهم هايبوغلايسيميا. بس وذاوت بروموتري سيمسبس في عندنا دامج للسوبرين، يعني كانت كلاميز قليله.
فبالتالي ما عندناش مضاد سنسر، يعني يخشوا هايبوغلايسيميا من غير ما يحسوا، يخشوا لغايه هايبوغلايسيميك كوما. مفهوم ولا لا؟ There's no automatic symptoms of hypoglycemia. شباب باب. يبقى hypotension, hypoglycemia. Hyperpigmentation. يحصل مع مين؟ فاهم ولا لسه؟ فاهم ان في STH عالي مش كده ولا لا؟ يبقى طالع MSH عالي. فيبقى عندهم hyperpigmentation. الhyperpigmentation بيحصل في اماكن اللي already pigmented. بيحصل في الاماكن الجديده. يعني ايه يحصل هايبر بيجمنتيشن؟ في النبنب، في الامبلكس، في الاريا. وكمان يحصل هايبر بيجمنتيشن في الاكسبوزد ارياز، الفيس، باك اوف ذا نيك، الهاندز. ويحصل هايبر بيجمنتيشن في البريشر ارياز، ال بريشر اريا، الني، معايا مكان الحزام بتاع العيني هايبر بيجمنتيشن. مكان الحساب بتاع العين يبقى ايه؟ هايبر بيجمنت. مفهوم ولا لا؟ يا دكاتره واضح. الحاجه الثانيه بقى احنا قلنا هايبوتنشن، اسمها هايبوتنشن وهايبوغلايسيميا وهايبر بيجمنتيشن. هايبر بيجمنتيشن بيحصل في الاوريدي بيجمنتد ارياز، بيحصل في اكسبوز ارياز، في البريشر ارياز. لكن في حاجه مهمه قوي، بيحصل هايبر بيجمنتيشن في السكارز اوف اوبريشنز، خصوصا الاوبريشنز اللي بتتعمل بعد ما العيان يجي له اكسس. يعني مثلا انا جالي اكسس من 5 سنين وعامل ابندكتومي من 2 سنين. الاسكار بتاع الابندكتومي هيبقى فيه هايبر بيجمنتيشن، بس انا عامل كوليسيستكتومي من 7 سنين. سكار كوليسيستكتومي ما فيهوش هايبر بيجمنتيشن، لكن هيبقى فيه هايبر بيجمنتيشن سكار بتاع الابندكتومي. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ يعني الاسكار عشان يحصل له هايبر بيجمنتيشن لازم كل عمليه اتعملت بعد الاكسس. مفهوم؟ النقطة الثانية، الهايبر بيجمنتيشن في النيكلوس يتشخص ازاي؟ هتلاقي هايبر بيجمنتيشن في الفالف كريسز وفي الميوكس ممبرز في الجامس. معايا؟ الهايبر بيجمنتيشن بيتقال عليه جريش براون او بلوش براون، او بيسموه سلات كولر، مش سلات. ها اللفظ مهم مع اولاد. عندنا كم اتش كده؟ هايبر بيجمنتيشن اسمه هايبر تنشن وهايبر جلايسيميا وهايبر. في 2 منهم في البرايمري، الهايبر تنشن والهايبر بيجمنتيشن، مش موجودين في السكس. مفهوم ولا لا؟ دي الايه استينيا. يعني ايه استينيا؟ ضعف، طبعا ضعيف، لان الكورتيزون الواطي هيقلل الكورتيزون فيخلي العين ضعيف. نقص الاستروجين يقلل الاستروجين يخلي في مصري. نقص السكس هرمونز يعمل مصري، لان انتوا عارفين مصري السكس هرمونز انابوليك، مش كده ولا لا؟ يا دكاتره طيب، غير الاستين جي جي اي تي، انوركسيا ونوزيا وفوميتنج وضعرية، والاي انفيرتيليتي. واضح؟ كلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز، تلاقي عين عنده مانيفستيشن سي في مثلا او ايدز. معايا؟ ممكن الاقي معاه اذر اوتو اميون فيتشرز لو هي سببها اوتو اميون فيتلايجو. اوكي؟ انفستيجيشن اتفضل. مون اكشن مين اللي ناقص؟ كورتيزول. بص معايا اللي هيحصل، جلوكوز هلاقيها هايبوغلايسيميا ولا لا؟ صح؟ فات مالوش، بروتين مش هيحصل فيه حاجه. لكن منهم ايه اخبار الصوديوم في الدم؟ ها ولاي البوتاسيوم في الدم عادي واسلوس. لو تفتكر العينه كانت جايه بهايبر كريم، بوتاسيوم اند هيدروجين عالي. ما انا ما عنديش اوزوسيوم لايك اكشن، مش كده ولا لا؟
بدل ما فيش عضو سوديوم يبقى مفيش صوديوم ريتينشن، يبقى هفقد الصوديوم في اليورين. مفيش بوتاسيوم هيدروجين اكسكريشن، فيحصل هايبر كاليميا او اسيدوسيس. معايا يا بهوات؟ الحاجه الثانيه كالسيوم فلاقيه عالي عالي، صح؟ مفيش انتي فيتامين دي، الكالسيوم يبقى ايه؟ عالي. بعد كده دي ملهاش انفستيجيشن، دي ملهاش هلاقي نيوتروبينيا وانيميا وايزينوفيليا ولينفو سايتوسس، مش كده ولا لا؟ ودول ما لهمش انفستيجيشن، ده الهرمون اكشن هرمون ليفلين، هلاقي كورتيزون واطات، الصين واطات، مش كده ولا لا؟ يا باشمهندسين بعد كده في هرمون ان هلاقي 17 كوليسترول قليلة، تترا هيدرو ألدوستيرون قليل. انفستيجيشن خصوصا انك تعمل اي سي سي اتش، هنعمل ايه؟ لقيت الاي سي سي اتش عالي، لقيت الاي سي سي اتش عالي، يبقى المشكلة فين؟ سوينا يبقى باي باي. وساعتها بقى تعمل اكس ري على الابدومن تشوف اذا كان في كالسيفيكيشن في السوينا بسبب تي بي. واضح؟ لقيت الاي سي سي اتش واطات، يبقى مشكلتك بتشوف في تست بيتقال عليه وغدر السن لازم يتعمل عشان شخص ادس، ومحدش مننا بيعمل، اسمه سينكتان تست. اسمه ايه؟ سينكتان. بصوا لي وسي سي، احنا هنكتب الاسم بس. السينكتان تست عباره عن ايه؟ السينكتان از سينثيتك اي سي سي اتش، اي سي سي اتش صناعي، اوكي؟ ده سينثيتك اي سي سي اتش، يعني اي سي سي اتش صناعي. لو انا خدت اي سي سي اتش صناعي، الكورتيزون بتاعي هيحصل ايه؟ يعني فانت لو اديتني اي سي سي اتش كورتيزون عالي يبقى انا بني ادم ايه؟ نورمال. لو معليش يبقى انا اسس. حلو؟ ده خد انا عندي اسس. حلو؟ اديني اي سي سي اتش كميات كبيره قوي قوي. اس اتش كميات كبيره. لو السوبر هنا كلام دامج يعني برايم اس، واديتني اس اتش من هنا للصبح هيحصل حاجه؟ ده كده. لكن لو انا مش في بيتيوتر هي اللي بايظه، واديتني انت اس اتش السوبر تشتغل ولا لا؟ فانت هتديني اس اتش كميات كبيره، لو السوبر هنا اشتغلت يبقى كانت مشكله في بيتيوتر، لو ما اشتغلتش يبقى المشكله السوبر هنا. حد فاهم حاجه؟ فالتست محطين، المرحلة الأولانية بتقول إذا كنت أنت أدسن ولا لا، دي اسمها شوز سينكتان تست. اسمه إيه؟ بندي ربع ملي جرام 0.25 250 مايكرو جرام، هو نفسها ربع ملي جرام 250 مايكرو جرام، هو ربع ملي جرام. هدي أنت أماص معايا اللي هو بيسموه شوت شوت في الايس بعد 30 60 دقيقه بعد 8 ساعات. القصه دي مش دعوه بيها. لو كورتيزون عالي نورمال، لو معليش ادس، بعدين اجيب العين ادس اديله السنكتان الاي سي تي اتش 1 ملي جرام ديلي لمده 5 ايام وايش كورتيزون. لو عالي يبقى كان عنده مشكله في التيوتر، لو معليش مفهوم؟ في مكتوب عندكم ديفرنشال دايجنوز هايبر بيجمنتيشن، شايفينه؟ مهم جدا، مع انه سؤال عملي، بس يجي في النظر. ديفرنشال دايجنوز بتاع، انتوا عارفين ديفرنشال دايجنوز هايبر بيجمنتيشن من العمل، انا مش عارف شنو حاجه. هايبر عايزين بقى هذا المريض البجح نعالجه ازاي؟ بصوا لي هنعالج هرمون، هدي له اكسس هديله
الآلة اللي كانت ستفايد مش هرد ولا هرد الآلة اللي كانت ستفايد ستفايد دول ما الهوكش دول ما الهوكش دول ما الهوكش هتفهمون كل اللي كانت مجابه بالتصورش عن كل الحاجة التالية فعلا معاني قومون عشر فقومون زي الله سعيد ايه وده مش بمعنى أنا الله سعيد ايه هنيك كنت سعيد كنت بيزون بدي 20 مليمان الصف و 10 مليمان بالدين عشان يبقى ماشيين زي عشان كده كل العيال كل العيال من الاكسترس ده وزي الفرع لو عرضت اي مو استرس لو زود الدوز ما تستناش ما تجيش زود الدوز ده قبل دي تمام لان انت لما بتفعل استرس ما تفعلش يعني ايه استرس يعني انفكشن تو اوبريشنز الوقت عين وقت يكون قيمة من ايه 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 من ولا لا؟
في حاجة تاني الأرض، ودي مشروع قوي نعم ويجب تنطلش التسرائيل بسبب الـ DIC. كل الـ DIC الـ DIC في ضد أزام ستة شهر صح؟ دي ستة شهر مشروع قوي اسمها Water House Builder Association. نعم ليه مجموعة ستة على ستة شهر تعمل DIC وتعمل هم ويجب تنطلش التسرائيل عمل DIC وتعمل هم ويجب تنطلش التسرائيل فايد ممكن لو مشكلة العيال الضد مقرور مد الدنيا وقعها الصحر ضد الناس اللي ايه؟ مد الدنيا وقعها الصحر عرب الولد اللي يكون بريتش تجلبة ليه على بطل ما عطيك عشان يبقى بريتش وديها انت ما بطلع على بطل وهو ممكن اللي ليه تطلع عشان ما يبقى كان ممكن يبقى سكر ده مش بتيوتر بس عايز ده مش برضه ايه؟ سريع هيموريج بتيوتر على اول يوم دخلت الكليه بتيوتر على اول يوم دخلت الكليه برضه بتعمل هيموريج بتيوتر هيموريج بتيوتر تشوف على اول ممكن المشكله في الفكره ازاي؟ بص انا سيرش جمهور ما انا غنيتش او واحدة عندها بقى مايك دي تعلم عشان عليك بديك تزور البيروس صح؟ ابتديت بالبيروس ليه دخلت بقى سوري بتاع كتير؟ هديها بيروس بيروس هيزود الميتابوليزم ولا لا؟ يعني طاقة ستريس هي ما عندهاش مش بكتيريا عشان كده بتيوتري ده مش لازم نبتدي بيه كورتيزون اول قبل الفيروس نبتدي بكورتيزون اول قبل الكلينيكال بيتش بتاع الاديسونيا كرايس تيبيكال اديسون ايه؟ حاجه معايا ايه؟ حاجه ايه؟ 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 ما يحاجش لأكيوت على المسكين الأثنين وعنده نوزيا وفوميتي وضع عين عشان كده كنت في الدنيا لأن أبوك كان بيتروح طبعا ما يعني هل ما يصير الكوم هيصعب لما كنا بيطلع في بلد العين عندي مشكلة أنا كنت أتوصى بس روح بلد نفسي سيبك مني بروتور انا عايز اتكلم عن نفس الوسط الانفلتريت والهايبر كونديشن الانفلتريشن تبقى عن السبب ينتبه بس خد بالك يا اما تاخد عينه الدم قبل العلاج يعني عينه شكل هو اقصد ايه؟ بكايس قبل ما تديني تريتمنت لازم تاخد عينه الدم تبعت المعمل عشان تعمل الانفستيجيشن بقى ولا تطلق عشان لو ابتديت تفيد وخدت العيون لا ولا تاني طب ولا لا فلازم الانفستيجيشن قبل لكن بعدين الدم قبل تبتدي تفيد but you shouldn't wait you shouldn't wait for the results of the investigation تبتدي تفيد على طول
كل حاجة. بس يجي منها اسئله من هبل طبعا. ايه الجراحه؟ عايز اسالك شويه اسئله كده في تايوتسكوس. اسال اتفضل يا حاج. ايه الكوزز اوف تايوتسكوس؟ في برايمري تايوتسكوس اللي هو جريفز، وفي سكري تايوتسكوس اللي هو النوتي لاجويت، وفي توكسيك ادينوما مش كده ولا لا؟ لا. وفي الهاشيموتو، الهاشيموتو تايوتايتس الاول بيحصل لها ده مش دجلان تطلع التايوكسوس يعمل لك تايوتسكوس ده كده تاني يبقى ايه؟ هايبر تايوتسكوس. مشهوره الهاشيموتو تايوتايتس مشهوره ان في انتي مايكروزوم الانتي بودز مش كده ولا ايه؟ مش عارفين الكلام ده؟ فيها انتي مايكروزوم الانتي بودز بتتميز بحاجه ثانيه، بتتميز ان العين طيب وتوكسيك وذ ا كولد بلاد. ما هو المشكله ان الجلان دي عماله بتبقى بتتكسر عشان تطلع تايوكسي ولا لا؟ طب الخلايا اللي بتتكسر هتاخد راديو اكتف اي دي هتصنع تايوكسيك تايوتوكسيك وذ ا كولد بلاند مفهوم ولا لا؟ لا. يعني تعمل راديو اكتف اي دي تلاقي انتوا عارفين هوت وكولد ولا ايه؟ تعمل راديو اكتف اي دي هتلاقي الجلان ما تاخدش راديو اكتف اي دي ومع ذلك العين تايوتوكسيك، لان كل انواع التايوتوكسيكوز ثانيه تبقى هوك بلاند مش كده ولا ايه؟ غض النظر في اسباب ثانيه للتايوتوكسيكوز يعمل تايوتوكسيكوز التيكيفان بيعمل دامج للجلان بيعمل برضه تايوتوكسيكوز، لكن في حاجه اكتوبيك تايوكسيكوز. اكتوبيك تايوكسيكوز ممكن يبقى طالع من كوين كارسينوما كوريو كارسينوما مع اولاد ولا لا؟ لا. في حاجه ثانيه، واحد ياخد تايوكسيكوز اسمها فاكتيشيس تايوكسيكوز في دراجز اميوتالون
الدواء الشهير الانتي اريثم، لان الام يدور في ايودين او هو بيعمل على حتى طريقة تكسفوز بوزرتين لو عايزين تعرف الام يدور في ايودين فده يزود الطريقة بيعمل طريقة تكسفوز او ان الام يدور بيعمل هايبرسنسيتي ريأكشن يعمل ثايرويدايتس بمعنى اصح زي ديك الفات مفهوم ولا لا؟ طب دي جزء I don't
الحاجة الثالثة الصلاة يعني أطلق الحاجة الثالثة الميديكال سوية الميديكيشن دي تريد تأكتب أيوتين تريد تأكتب أيوتين تفعلتين هو بسبب أي نوع معي ولا سكند معي معي بسبب السكند لو عندك ترمينالز أو تصريفات مش هقول لا ادوني اي امان مش هتطلع لكم امتحان بعد الفايوتوكس كرايسيس طب نقولها مع بعض بسرعه بيسموها فايرويد ستور فايرويد ستور ده عيان طلع فايوكس بكميات كبيره في الدم ده بيحصل امتى فعيان عنده فايوتوكس كوز بالعرض ستريس ادي واحد او مانيبيوليشن اوف ذا ثايرويد دورينج سيرجري ويزاوت اديكويت بري اوبراتيف بريبريشن وي شود بريبير ذا بيشنت فور ثايرويدكتومي بان احنا ندي لوكالز ايودين ولا ايه قبل عمليه ب 10 ايام زي ما انتم عارفين مش كده ولا لا لا بياخد 10 دروبس 3 مرات في اليوم صح عشان الجلاند تبقى ناشفه الجلاند تبقى ايه ناشفه يعني ما فيهاش ثايوكس عشان الجراح وهو شغال عمال بيمانيبيليت الجلاند لو هي فيها ثايوكس وهو بيدوس عليها هيفعصها ويطلع ثايوكس يعمل لك ثايوكس كرايسيس مفهوم ولا لا لا واضح الحاجه الثانيه
يبقى العيان يا اما ما تخطاش نكاح كويس او عيان عنده فايبروسيس بعد الاسترس. الكلينيكال بيتش من فوق لتحت سي ان اس هيبقى عندهم سيفي انكزايتي وارتابيلتي اب تو مانيا مجنون عندهم اكسسيف سويت فيفر توصل 39 41. معايا العينين دول هيبقى عندهم سيفير تاكيكارديا واريد ريت خصوصا الاسكا فايبريشن مش كده يخشوا في هارت فيلر. هيخش في هارت فيلر لان هيبقى عنده سيفير هايبرتنشن عندهم سيفير دايريا طبعا. اوكي التريتمنت بص معي اولا زميلك قالت لي عايزين وقت تمبرتشر بكولد فور ماي صح ونديله له اس اس عشان وقت فيه انت ما قلتيش طب معترض على الاس اس ما سمعتوش. طيب العين فيفر شو لا طيب انت هتدي كولد فور ماي في حاجه ثانيه تديها انت بايرتك فاهم نص هذا ادي اسبرين كانت بايرتك ولا لا 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 عشان تروستد برافو عليك انا قلت لكم قبل كده هاجر ان الاسس بيعمل ديسبليسمنت للثايروكسين فروم ذا بايندينج سايت اوف ذا بروتينز يعني الثايروكسين مش على ماسك على بروتين ولا لا اللي بيشتغل هو الفري الاسس بيزق الثايروكسين من على البروتين خليه فري. تفتكر في العيادة انت عايز تزود البي ثايروكسين ممنوع منع عن بدل تدي اسس عايز توطي الحراره استخدم مش سامع باراسيتامول غلط الباراسيتامول بيوطي درجه حاله وهي اقل من 38 فوق 38 باراسيتامول از نوت افكتيف ولا لا خلصنا من الفورمات احنا بنتكلم على دواء ايه يا بابا بيرفلجان يا بابا طب باراسيتامول اي في طب احنا قلنا الباراسيتامول ما بينفعش فوق 88 بندي دواء اسمه كلوبرومازين. كلوبرومازين ليه مسين بيوطي التمبرتشر لان بيشتغل على الهيت ريجوليتنج سنسر وفي نفس الوقت سيديشن لان عنده بانيا مفهوم. الحاجه الثانيه حد بروبرانولول صح وحد نيوميكازول بايرايل اعطيه رايل يعني اوكي وبعدين حد كورتيزون صح بندي كورتيزون عشان بيمنع كونفرجن اوف سي 4 تو تي 3 براين ما فيش اي في موجود في اوروبا بس لكن مش واخد FDA approval ما فيش اي في غير في اوروبا احنا في مصر ما عندناش حتى الاورا لا عندنا اورا بس ما عندناش اي في يعني في حاجه ثانيه بنديها صوديوم ايودايد او بوتاسيوم ايودايد دي 1 جرام ما خدتوش الكلام ده لا تريد من الفاير توكسيك كرايس يبقى تغيير ولا انتوا في الجراحه ما خدتوش فاير توكسيك كرايس طب امال ايه مين قالك في البطبط لا قولي يا سياسي لا لا يعني كوميديا الصوديوم ايودايد او بوتاسيوم ايودايد هندي ايودين لان الايودين ان هاي دوز بيبلوك ثايروكسين سنثيسيس الايودين ان هاي دوز حطيته كنت لوكالز ايودين قبل العمليه ولا لا مش كده يا اولاد ولا لا هندي صوديوم ايودايد او بوتاسيوم ايودايد بس انا قلت لكم لما تيجي تكتب صوديوم ايودايد او بوتاسيوم ايودايد في المستشفى
ما تبعتش الورقه للصيدليه الصيدليه هتبعت تقول لك ما عنديش انا ما عنديش دواء ده ابعتها لبتوع الاشعه الصوديوم ايودايد او البوتاسيوم ايودايد دي ريج كونتراست ايجنتس على الاشعه تعاطي انا عندي عيان طيب تشخص عايز اديله صوديوم ايودايد مش هبعت مش انت للصيدليه بتاع المستشفى هيبعتوا يقولوا لك وي هاف نوثينج لايك ذس صوديوم ايودايد او بوتاسيوم ايودايد تبعت تجيبه من ريج دايجنوستيك ديبارتمنت هم اللي عندهم الصوديوم ايودايد والبوتاسيوم ايودايد في السويس ريج كونتراست واضح يعني مادة مشعة يعني صبغة أشعة بالصبغة مشالة مفهومة لا أنا سعيد بكولك الله العظيم أقسم بالله فرحت بكم كثيرة ده أنتوا بلاغة فيكم ميزة رهيبة أنت أبيض أي حد ممكن يكتب أي حاجة نعم موضوع ايه؟ موضوع رخم خلاص لما يجيلك العالم بعد كده قولي له انت رخم انت وحش انت الشرشري وحش دكاتره انا مش عارف انتوا بتقولوا ان احنا بنذاكر جراحه عشان الامتحان انا عليا عندهم اقتراح ما فيش داعي نضيع وقت انك تروح الامتحان لسه فاضل وقت تضيع وقت ولاد خلينا ناخد يوم الامتحان حصه نرجع بابا انما هتروح بالمنظر المعفن ده وانا بسالك في طيران مفيش طيب ننسى جزء ده نخش على الجزء بتاع الثايرويد الخاص بينا في البطن خدوا بالكم الثايرويد تشخيص يجي سؤال في البطن من الجراحة هيتذاكر من الجراحة نعم ايه الاسئله اللي كنا في البطن السؤال الاولاني جو السؤال الاولاني التريتمنت بتاع الثايرويد تشخيص السؤال الثاني التريت المهم جدا السؤال الثاني هو الثايروتوكسيك كرايسيس التريت بتاع الثايروتوكسيك مهم كله والثايروتوكسيك كرايسيس واضح دول اهم سؤالين في الثايرويد اوكي في من 4 سنين جابوا سؤال بس يعني ما اعتقدش ان حد هيتجنن ويجيبه تاني approach to diagnose a solitary nodule in thyroid ايه بس خدوا بالكم في حاجه انت بتتاخري فتره تنسكن في حاجه الفكره بقى ان ابوتش دايجنوز ا بيشنت بريزنتنج باي سوليتري نيديول ان ثايرويد اكشوالي ذس از جاح بس في اوفرلاب عنيف جدا ما بين جاح وبطن والاسئله اللي بيجوها بتوع جاح ما تفهمش ايه اللي حصل بقى اهتماماته بالبطنه ما عندهمش شغل وفاضيين قال لك اشغل نفسي بطن يعني السنه اللي قبل فاتت جاب لك هايبوكاليمي وبالمونه امبوليزس ولاج كولابس في امتحان واحد والثلاث اسئله اول ثلاث اسئله يعني العيال مسك الورقه قال لك ديسكاس هايبوكاليمي قال لك ده ضاع ده ضاع السؤال الثاني بوست اوبت ولاج كولابس قال لك ده ضاع بالمونه امبوليزس يخرب بيتكم طب وبعدين ده اللي حصل فعلا طيب هايبو ثايوديسيس نتكلم على الهايبو ثايوديسيس هنتكلم على الهايبو ثايوديسيس بصوا لك Gracias.
ده النواري ده نتكلم عن هاي بوينت هي وتسمع عن الشارع بعد ما يكون الوقت يعني مش واضح الهاي بوينت هي وتسمع في عندنا ثلاث انواع النوع الاولاني بيسموه كريتيسيزم النوع الثاني اسمه تبناية والسكينة النوع الثالث اسمه أضر إكسيما وأضر تراك تايوز أوكي؟ خدين الأول بكريتنس كريتنس يعني إنشاءل عنده هاي تايوز إنشاءل أنت إنشاءل لسه بطن أمه وجاله هاي تايوز الكريتنس يعني أنت إنشاءل هاي تايوز اللي خلي طفل أنت إنشاءل يجيله هاي تايوز احنا عارفين ان الثيوكسس عشان يتم تصنيعه بناخد الايوديد نعمله ترافينج ويتحول الى اورجانيك ايوتين عن طريق انزيم اسمه ثيوكسيد and then we have T3 و T4 now الطفل انترينشاين ايه المشكلة اللي ممكن تبقى عنده امه عندها ايوتين ديفيشنسي the mother has ايوتين ديفيشنسي صح؟ Now, you don't have a babe, she is in time. Medment. Have you medment? Medment, you know? And don't deafness. And don't you have physical momentum. The traditional hypothyroidism. Surely. Right? Sah? The medment does patients. How much can patient is? If I miss a hell in an omen, therefore, anti-thyroid drugs. Omen, therefore, anti-thyroid drugs. الدكتور ممكن يشوف ليه بقى؟ أولا long gestation يعني فترة الحمل طويلة ليه؟ من ضمن الثيوريز اللي انتوا خدتوها الثيوريز بتاعت ماما ضيقة إن اللي بيخلي معاده ضيقة البيبي صح ولا لا؟ أول ما يوصل لماتيوتي ليبر سبوتس إيه علامة الماتيوتي إن الطفل طلع كورتيزون وثايروكسيد مش كده؟ النقطة الثانية بما انه ما طلعش ثايوكسين بتاع البيجنس يطول الحاجه الثانيه الطفل اول ما اتولد ادوا لابوه قال لهم رجعوه للمطعم ما جبتوش ايه بقى؟ الطفل شايفه كالاتي ركز معايا العريس غمض عينيه متخيل بصفه هتلاقي راسه صغير معاك كيف وبنت اللي بتقعد اهبل بصفه الطفل اهبل لطيف الحاجة الثانية حتلاقي عنده كورجيشن فوق المتشرج فهمش يعني كورجيشن ورأسه في الأوتر والثيرد أي بلاك وبافنس في الأيلاند اوعي تدعي له طلع لي كساسة ده مد من النص هو مش أصغر دي بتعمله أوبستراكتيف سليب أبني هتلاقيه لابس الجوكر بتاعت الفرح جويتر جويتر بقى وصوت صوت تخين خاص بفويس يبقى على الحدين قلب كبير في كارد الفيوشن تنع بارد هايبو ثيرمال عشان يستثمر في عنده حاجه تانية بطن بوت بيت ده الدنيا قدام علامه العز بص لازم تلاقيه قاعد كده وكتبت البطن وانت بتسجد على الصليب حط له الصلية على بطنه ده زوج سعيد لما حط له الصلية وسند يبقى ده زوج مش مبسوط الحاجة الثانية يعني جمع عربي قوي لأن ممكن حاجة تبوظ في وشه دي كونشنت الأمبرايكل كونشنت الأمبرايكل وعنده دور فيزيك
الكلام ده بتلمونه لي حد أسأله؟ لا خالص ما حدش أسألك من البيت المسيح. لكن في سؤال اسمه differential diagnosis of dwarfism، هتكتب الكريتيريزم من ضمن الأسباب dwarfism وعايز تبعاك كلمتين تكون جنبين، يعني just حرف فين سطور جنبين، لكن ما حدش هيقول لك يتكلم عن حاجة اسمها البيت المسيح. وبالتالي مش عايز الانفستيجيشن ولا تريتمنت، لكن عايز كلمتين تعرفهم علشان لما تيجي تتكلم عن دوافيزم تكتب كلمتين جنبها. اوكي طيب الجوفينايل سليما ده هايبوثايرويديزم ما بين سن 4 ل 12 سنة، ما بين سن 4 ل 12 سنة معايا ولاد ولا لا؟ ما بين سن 4 ل 12 سنة ممكن يحصل جوفينايل سليما. الجوفينايل سليما ده واحد من هنا دوافيزم، واحد من هنا بقيت الفيتشرز، يعني هو قاعد في النص، واحد من الكريتر اللي عنده ايه؟ لكن بقيت الفيتشرز تبع الارض، مفهوم؟ يعني الواد ده ما عندوش من الكريترز غير جاست دوافيزم، لكن منتالي مامر، منتالي مامر، مفيش دوافيزم، سوري مفيش منتال افكشن. ما فيش بود بيلي أبل، ما فيش مرشدة أمريكا الفرنية، ما فيش كلام هو بس إيه؟ دوافيزم، لكن بقية فيه مجلس طبعا مين؟ في الأرض. نيجي بقى للأرض وده السؤال اللي وده السؤال مهم جدا 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 السليمة بقت مهمة أوي هو بطريقة غير طبيعية ونجيبوها كيس أحد أساسا كيس كومبليكس لون كيس بيك سليمة لكن خالد لون كيس سليمة السؤال ايه الاسم الاصح للسليمة والهايبوثايرويديزم؟ طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ الاسم الاصح انك تقول لي هايبوثايرويديزم. اوكي هنعمل ايه دلوقتي ان شاء الله؟ طيب الهايبوثايرويديزم ده هرمون ناقص ولا زائد؟ استمع لنا يبقى ايه يتشرشر السيرجيكال ريموفر ايريتيشن اوتو السيرجيكال ريموفر واحد عامل ثايرودكتومي وما خدش ادفيت ريبليسمنت ايريتيشن اوفر دوز ريك اكتف اي تيت اوتو ميل هاش اوتو ده اوتو ميل ديزيز كاركترايز باي انتي بوديز اسمها انتي مايكروزوم انتي بوديز صح؟ تعمل دامج للسويت ثايرويد طبعا الثايروبس تعمل لك انيشيال ثايروبس وبعدين هايبوثايرويدز العيانين دول بيبقى عندهم ليمبس ريشيو دي الثايرويد يبقى معاهم هايبوثايرويدز مين وما يجري مش كده ولا عندهم هاي انسيدنس ليمفوما صح؟ الحاجه الثانيه في حاجه اسمها ريدوس ريدوس ثايرويدز ريدوس لو انفلتريشن اوف ثايرويد جلاند باي كولاجين فالجلاند تبقى خالص واتاتش للسرابس شبه انا بلاستيك كارسينوما مش كده؟ دي كيرفات بيبقى في حصار اكيوت بايو ثايرويدايتس بيبقى في بايو انفكشن ثايرويد بيعمل لها دامج برضه ويديس الثايروكسس العيال مش هيبتين الهير عن طريق الانوت نيرف لو البنش مع فيجاس مش تندر ثايرويد تندر جوي مش كده؟ يبقى سيرجيكال موفمنت ريديشن اوتو يبقى في اسباب ثانيه تعمل اكس اي او هاي فايبرز هاي فايبرز خصوصا فين؟ الوحات والفيوم والجبال في الوحات والفيوم وجبال الالب ايه وجه الشبه بين الواحات والفيوم وجبال الألب؟ هل جينيتك؟ يعني هل ده شكل الستين في جبال الألب؟ في سيرة قرابة بينهم وبين الستين في الفيوم؟ يعني هل انت لو نزلت جبال الألب في ألمانيا أو فرنسا تقول يا ربي أنا في الفيوم؟ تتلخبط يعني؟ لا أكيد في سيرة مشتركة تانية. إيه هي؟ البعد عن ايه؟ البحر. طب كان البعد عن البحر صعيد قوي. صعيد بعيد عن البحر. يعني بص بتقولي الواحات والفيوم، طبعا اولا تقولي اسيوط.
ما بعيد عن البحر، مكة ما بعيد عن البحر، يحط أيدين من أمك فكر يحط أيدين على إزاي أبا جهل للأملاح شكس أبا جهل فوتيب الصوت نحن بصوت الكفار بالأيدين. مرة بقولك أنا بس أسأل، مكة بعيد عن البحر ليه مش مشهور اللي كان عندهم بيت؟ ليه ما كانش أبو لهب عنده بيت؟ ليه أبو لهب ما كانش عنده بيت؟ عندنا سوى اليوم يعني لو كان عندي سوى كان دايه عنده بيت. هي المشكلة إن هي بتوع الجراحة قالوا لكم إن دول الناس بعيد عن البحر، هي أكشن قصة مشكلة خالص. القصة إن جبال القلب والفيوم والحتت دي مشتركة مع بعض في المحصول الزراعي يزرعوا كابج وكول فلاور. كابج وكول فلاور هو الأرنبيط والكوم الصهرة والملفوف. أرنبيط كوم صهرة ملفوف ده في الشاشة قال لنا في الشاشة ما يسموهاش أرنبيط وكوم يسموها الصهرة والملفوف. الملفوف ده الكوم والصهرة هو الأرنبيط. شوف الغرب انا بقول الاماكن الفيوم وجبال القلب والوحات هو اللي بيزرعوا النبيذ والكرنب مش ابو لهب اللي كان بياكل النبيذ والكرنب. التعاطي مش عايز عن مصر في المناطق دي المحصول الاساسي في العمال. طب المحصول ده ايه علاقته بالموضوع؟ كانوا بياكلوا الفيوم والواحات عشان دي بياكلوا البنابيط والكوب مش بياكلوا كتير. ده بياكل عنه حاجات كتير وخصوصا في المنطقه لما بتاكل كميات بياكل عنه مواد كتير جدا وتفاعلات كيميائية كتير جدا. من ضمنها ان الارنبيط والكوم بيحتوى على كابتش اسوي على سانجز يحتوى على حاجة اسمها سانجز. الكابتش والكوم فلاور بروتين سانجز السانجز بسي بتنهبت الميتابوليزم والأيوتين. يعني انك تاكل الارنبيط والكوم كتير ده بينهبت الميتابوليزم اوف أيوتين. This is because of the semen inserts. في دراجز ممكن تعمل لنا ميكسينين او هايبوثايروديزم. اشهر الادويه دي امي ضروري لسعيدين حياه لكن في دواء بيستخدم كتير دلوقتي انترفيرون يعمل هايبوثايروديزم واضح اللي هي انترفيرون امي ضروري مهمين جدا بس بروس هايبوثايروديزم دي كلها حاجات ضربه الثايرويد ولا لا يسموها دايركت هايبوثايروديزم. دي سكت الهايبوثايروديزم اللي هي المشكله في البيتشيتو وعندها مشكله فين؟ بابارا يا عيني تلاقي نفسها زادت من 60 65 تلا عندنا عبال ما تزيد من 90 ل 120 اول ما توصل 120 يبتدي القلق يتبقى يعني العمل فين لو اللعبه سبحان الله البنات عندنا في العالم العربي برضه تلاقي قبل الجواز حاجه ثانيه خالص تتجوز ايه هنا؟ ما تفهمش تقول لك خلاص وقع في الفخ لقد وقعنا في الفخ تقول لك وقع في الفخ خلاص تبتدي بقى تبكي وتضرب وتبدا وتبتدي تخرج من الباب لا انت ايه؟ حسب الله ونعم الوكيل ده ايه؟ ما بتنفع على شكل لكن ما تفهمش ليه يا بابا الخلق يخلق خير يعني ممكن يبص المرض
ولو ودلوقتي السوق واقع والواحد بيخش بمجهوده لا شبكه ولا مهر ولا قيله تقول لك اتقدم بس خلص ده في ناس بتدفعلها فلوس ليه ان شاء الله هو طبعا انت مش عارفين لا تفرض بس والله العظيم ما بهزر الواحد ما مش مصدق واحدة مش واحد يعني الواحدة مش مصدق مصدقي زي ما انت عايزة الفكرة بس انا عايز اوصلها الستات اول شكوى ليها الاوبيسيتي تدخل وتخسنها في حاجة تشتكي منها اسمها التايردنس انها تخسنها تعبانة وغمدانة بس انت نوفل بالنسبة لكم لكن بره حطها سنين ما تقدرش تجري مثلا هي بتجري في يوم الصبح مش هقول ايه ليه نفسي تخلص تبقى نفسي انت لسه دلوقتي ما كنتش بالك من زمان انت بتسجعني عشان افهمكم انت سايكولوجيكال فين السايكولوجيكال بتاعك يقول لك انا نفسيتي بتبوظ انا طول الوقت بعطيكم ده فلسه دلوقتي المهم على القصه المقصه كفايه انا مش لا انا لا خلاص ربنا عايزين ان شاء الله خليها على لكن عارف لو سافرت المغرب مش هتفهموا اصلا ما هو المغرب 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 العربي مسلمين وحشين اخر واحد من المطاعم ده الناس تتغير يا بابا بتوع المغرب وحشين بسم الله هو موسى يسعى لنا بغزل هياخدنا مع مجموعة الكفار اللي هو عايز يربيهم دول ونطلع غزل خليتونا إرهابيين البيت جنب المهم بصور يا بنت نرجع الكلام الستات اللي عندهم السينما أول شكوى جينو كويت هايبرز دي أول علامة جزء بقى يلاحظ يلاحظ يعني تاخد من فوق لتحت انا هو بيقول تحت هي بتشتكي بارنز اجين اوف ويت شوت لكن ايه بعيد ما نفسكش تاخدها من فوق لتحت سيريس بريف يبقى عندها ابدا ومد الضغط ولاك اوف كونسنتريشن وسلو سيرفيشن كل واحد يبص لزميله ابدي منتلي ضغط استوس ريش تقول المعلومة عبال ما يفهمها ياخد وقت ابدي بنت الضغط استوس ريش لاك اوف كونسنتريشن ديفكت ميموري يقول لك انا ما رجعتوش ديفكت ايه ميموري ده في ناس يجيلهم حاجة اسمها حاجة يجيلهم حاجة كمان مشروع قوي اسمها ميكسيوما كوبا عشان يفهمها القصة عشان يفهمها
There's no deposition of exertion. According to the specialist, use the term
hypothyroidism instead of next week. Because myasthenia means autoimmune type of. مفهوم الأرض ولا لا؟ ماذا تردد؟ أعمل إيه؟ أتحمل مستني؟ أقلله السنة أسبوعين معاه ولاد؟ طيب ده سي إن إس هنطلع المنطقة دي المنطقة دي فكرت بالهايبوثيرميا العينين اللي بيبقى عندهم هايبوثيرميا عندهم لوس أوت أوف ثيرد أوف أي كراوت عندهم بافنس أوف أيلتس عندهم كاتاركت عندهم مرضى سفايلات وكاتاركت نيجي على بق العيان هتلاقي غير جليزي طاق ان عندهم انيميا ايرون ديفيشنسي انيميا هنشوفها دلوقتي ان شاء الله والطاق يبقى كبير عشان ديبوزيشن اوف سيمسس وده ممكن يعمل اوبستراكت اوف سليب هاتلي تزعل لك تايجويتد هلاقي ايه؟ جويتد حاله ايرون ديفيشنسي حالات الـ IV deficiency يبقى فيه جويت صح؟ وبتبقى جلان صوفت وفي حالة الـ هاشيموتو يبقى فيه جويت بس جلان تبقى رابل صح؟ وممكن ألاقي scar of thyroiditis مش كده لا وممكن ألاقي hard thyroid attached to the scar زي لها فيتوس وممكن ألاقي tender thyroid في حالات التكير بقى صح؟ اللي بعده اللي بعد خلايا في قص الشيست عندنا هارت الهارت في التالت اولا البيكارديوم خلايا في البيكارديوم لان عندهم هارت فينا زي ما هتشوف دلوقتي بس الفيوجن ده يتميز بخطين مهمين جدا اولا اللي معاه في البيكارديوم بص بس اي بيكارديوم الفيوجن بيبقى ضغط على الهارت فبقلل الكارديك فيلنج اي عيال عنده كارديك انفيوجن بيبقى ضغط على الهارت بيقلل الفيلنج فالكارديك اوتبوت يعني اي عيال عنده كارديك انفيوجن بيبقى عنده كارديك اوتبوت ده بيعمل الاستاكي معاه ده الوحيد اللي كارديك انفيوجن معاه ده فاهمني ولا لا ده بيكارديك انفيوجن الوحيد اللي معاه ده دي اول علامه العلامه الثانيه ان انا لما تاخد عينه البيكارديك انفيوجن تلاقيها مليان كوليسترول ليه؟ العلامة الثانية شوية شوية حتى العلامة الثانية انك لما تاخد عينة من فلويد هتلاقيه مليان كوليسترول لان اساس دم العيان ده مليان كوليسترول الفلويد ده بيرش في الدم بيخلي الفلويد ده يرش منين؟ من الدم فيبقى مليان كوليسترول كانوا زمان يسموها كوليسترول بيكارديتس ليه الدم مليان كوليسترول؟ لان الثيروكسين هو المفروض هو اللي يكسر الكوليسترول وانا ما عنديش ثيروكسين مفهوم؟ ده بيكارديتس بيخش على الهارت نفسه الهاردنس اولا عندنا فات كوات صح؟ مفيش طيوكسن يبقى عندنا ايه؟ والعينين دول بيبقى عندهم حاجه مهمه قوي هارت فيت ليه هارت فيت؟ اولا عندهم اثيروسكليروسس صح؟ الكوليسترول نعمل لهم هايبر تنشن ما هو هايبر تنشن يدخلهم في هارت فيت ثانيا عندهم اثيروسكليروسس نعمل لهم اسكيميك هارت ديزيز يعمل لهم اسكيميك هارت ديزيز فده يدخله برضه في هارت فيلر يبقى الهارت فيلر في العينين دول نتيجه الهايبر تنشن بسبب الاثيروسكليروز ونتيجه الاسكيميا في الهارت بسبب الاثيروسكليروز بس في معلومه عايز اقولها اللي عنده اسكيميك هارت ديزيز ولا لا؟ ما يشتكيش من انجايت العينين دول عندهم الهارت ريت فالاكسجين ريكوايرنس بتاعته قليله فالدم اللي جاي لهم حتى لو كان دم قليل فهو كفيف فما يشفوش من الانجايت الا لما تدي له تريتمنت لما تدي تريتمنت الهارت ريت يعلى ريكوايرنس تزيد يبتدي يشتكي الانجايت
الانجينا مش كده مع تريتمنت هو اساسا غير كاري احتياجاته قليله حتى عينين اصلا بتقوم بيتا بلوكرز عشان تخليهم بلادي عشان تشكلات تاني هو بلادي الواحد بتبقى مش بتشيسكي لكن انت يشتكي بتشيسكي اول ما تعلم اول ما تعلم كده دايما في الفريق نبتدي بيه سمول دوز ونعدي جراديوال ما نديش الفول دوز مره واحده لو اديت فول دوز مره واحده ندخله في مايكارديا فاضي فاضي تريت معايا مره واحده ممكن ادخله في ايه؟ مايكارديا الضغط اللي احنا قلنا اوريدي بيجي لهم اثو وده بيعمل اسكيميك هارت ديزيز وبيعمل هايبر تنشن مش كده ليه؟ السؤال الشيخ بس ينفع يجي له هايبر تنشن؟ قول له هايبر اورثوستاتيك لما عيني يقف نصه يقف ليه العيين دول عندهم في الفاضل؟ انه عادي بس ممكن تبقى ضغط السباتات يبقى عندهم اوتونوميك بيغبط ما بيحصلش ريفلكس فاز كونستريكشن لما العين يقع. ما بيحصلش ريفلكس فاز كونستريكشن لما العين يقع. اند فاينل. لون. ريف لون. اكيد لون. الحته دي مهمه قوي دي. معظم الكيسز لما يجيب لك كيس اكس دي تلاقي كي وورد يقول لك عيان فيميل عندها 30 سنه hypertension but distant heart sound distant heart sound يعني عندها ايه؟ بيكارديال ديفيوجن with pericardial يعني الكيس لما يجيب لك كيس في الامتحان تعرف ازاي نعمل سيو تلاقي كل عالم يعني تلاقي كلمات بتروح لك في البيكارديال ديفيوجن يقول لك distant heart sound low voltage ECG فاهمني ولا لا؟ واضح؟ على ما بتقول لك بتتكلم الكلمتين التانيين مهمين قوي اللي هو الجين اوف ويت الجين اوف ويت اباثيتيك ابيرنس واضح؟ انتوا لو سبورت الكي وورد قوي لكن الكي وورد سبورت عليهم مع اولاد هنزعل ابدا حد عايز يشاركه ايه الغوكس اللي في الابدا؟ عايزين جي اي تي احنا ابتدينا الغاء الكافتي بان احنا قلنا في ريد جليزز والله جهبها كبير نيجي للصالح للصالح بيبقى عندهم اكلو حاجه مفيش اف سي اساسا ليه بقى؟ بالصالح اتسوس اسوشيشن السونيوم انيشيوس يعني من اول عين هشيل موتور وحتى من غير اي حاجه مش دي ما بتقلل السياسه برودكشن فالمحصلة ان اكرو هايد اكرو هايد اللي تخلي عندك ايرن ديفيشنس ايرن ديفيشنس يعني مفهوم ده الصوت الانتس ما فيش ريسورس على سمول انتس ده يعمل مال ابزوربشن على لارج انتس ريسبونسيبيشن سمول انتس ما فيش ريسورس تعمل مال ابزوربشن سيجوم في لارج انتس اللي يعمل ريسبونسيبيشن ليفر فاتس جو بلاد جو بلاد ستونز سيونز صح؟ بعد كده ننسى على الجنسال الجنسال يا مش معايا اولا لو مشكله في الثايرويد لو مشكله في الثايرويد يبقى انت ما بتطلعش ايه؟ ثايوكسين ما بتطلعش لو مشكله في الثايرويد يبقى ما بيطلعش ثايروكس وافقوا دكاتره طيب كلك ما بيطلعش ثايروكس ده يخلي تي اس اتش والتي ار اتش عارفين التي ار اتش بتطلع منين؟ السمع ولا لا؟ اي واحد بيتشيت بيطلع منها ايه؟ بيطلع منها تي اس اتش وبلاك يعني التي ار اتش بيطلع من الهايبر ثالاموس بيطلع بين بيتشيت تي اس اتش وبلاك which means ان لو عندك مشكله في الثايرويد And not your amount reducing thyroxine. TRH would be high. A high TRH would increase TSH and prolactin. In males, صح؟ يعمل لنا جلاكتوفيليا ويعمل جاينيكوماستر في females يعمل لهم menstrual irregularities.
مشروع ايرون في مانتول يجي لهم بنغاش. دي من الحاجات اللي يمكن تعملها في ايرون ديفيشنسي برضه مع الاكروهايدر. مفهوم؟ نزلنا على اللي هو نيم، اللي هو نيم في السكين. السكين هتلاقي كور صح؟ هتلاقي السكين ايه؟ كور. واحيانا يحصل ديبوزيشن في زي ما تستيشن في السكين فيبقى سوالن نون بيتد نون بيتد كتير. العيالين دول كمان السكين بتاعهم بيبقى لونه اصفر كاوتي. ايه المفروض ان الكاوتي بيتحول لفيتامين اي. اللي بيحول لفيتامين اي هو الثايوكسيد. لو انا ما عنديش ثايوكسيد مش هيتحول لفيتامين اي. والكاوتين يتقص في الجلد يدي له كلر شبه الجونتس. يتفرق عن الجونتس دي لو السكليرة صفرة يبقى جونتس، السكليرة مش صفرة يبقى انت ايه كاوتين. طبعا بيبقى عندهم نص خير وبليتس نيلز اوكي. وساعات يبقى فيه بيجمنتيشن كانت خطر ميهم بتطلعي بيك اوكي يا ولاد. طيب بعد كده مصر عندنا مصر ويس مصطفى بعديها ليه مايبر بعديها ايه البول مارك. هل احنا قادم ايه الميكانيزم اوف انيميا المكسيما ولا ميكانيزم اوف انيميا في اي حاجه مهمه؟ احنا اتفقنا في سؤال بيبقى اوت ميرشن ذا ميكانيزم اوف انيميا ان ذا فولوينج ديزيزز مكسيزيما روماتويد ارثرايتس لوكيميا رينال فيلير. ده في بيت كتب كسوات نبتدي معاك. عندهم ايرون ديفيشنسي انيميا عشان عندهم ميكروهايدريت ومن وقت ثانيا ينفع يجي لهم ماكرو سيستمينيا ولا لا؟ ليه؟ بيجي لهم ماكرو سيستمينيا لان عندهم اسوشيتد الاديسونيا فينيشن سليم وعندهم مال ابسوشن يجي لهم انيميا في كونيك انتس. السؤال الثاني سواء في راحه حبه حبه يجي لهم بوم اوف فيليا يجي لهم بوم اوف فيليا. ليه؟ دول مش سيما لما اقصد الطاقه يجي لهم بالموفير على الشاشه لهم ميتابوليك غير. طب اسال كده كتير هي الخلايا البول موت بتتكلم يعني بتشتغل بقى لما مفيش انزايم ايه بتشتغل سبادي حاجه ثانيه عندك بريت السمس عشان عندهم بي 12 وفوليك اسيد ديفيشنس وعندهم بوم مارفل وبوم مارفل ديبريشن وايت ديسيز. الحاجه الثانيه بقى انفستيجيشن هرمون اكشن يلا عايز اشوف البروسيس من اكشن شيست اكس راي. ليه هو؟ مين قال شيست اكس راي؟ هايبرتنشن في اكس راي بيبان هايبرتنشن في اكس راي بيبان اساسا اكس راي هايبر كوفي اكس راي بنت يعمل كان انفيوجن اوف لوال انفيوجن الا في بنت اللذيذ يعمل ايه؟ هعمل سكافولد ستيل هعمل اي سي جي الاي برادي كارديا ولو فولتج هعمل سي بي سي عشان كل انواع الانيميا يا جدعان مليانه في الانيميا. طيب الحاجه الثانيه ده هرمون اكشن هرمون ليفل هلاقي فيه تي جي 4 قليل صح؟ مفيش اندر برودكت الكوز تي اس اتش واطي يبقى مش كنتي بتجيتد عالي يبقى مش كنتي فايرال. زميلكم عايز تشوف الانتي بوديز بتاعت الهاشم انتي مايكروزوم انتي بوديز الانفستيجيشن بتاعت الهاشم.
الزمان كويس مش الفانس باص بتاع الاكسونيا بانيشيس الزمان كويس مش الفانس باص بتاع الاكسونيا مش عارف ازاي هتشوفهم الانفستيجيشن ازاي ولاكتد ده من الانفستيجيشن كوز وتصحيح دلوقتي يلا ولا ايه احنا بنتكلم في الانفستيجيشن كوز يا راديو اكتف ايودين اوبتيك حتى يفعل كوز مش كده ده طيب العلاج هيبقى صعب شويه بايوكس من اخر الكلام بس بايوكس احنا بنستعمله بطريقه واحده هنبتدي بدوز قليله الى 25 مايكرو جرام وبعدين تعلى جراديولي لغايه ما توصل الماكسيمم 200 يعني ببتدي 25 بعد اسبوع ازوده له يبقى 50 بعد اسبوع يبقى 75 ليه بزود الدوز جراديولي؟ عشان ايه؟ انجينا ما يدخلوش في مايكارد الايه؟ الفانكشن سياسه في عيال بيجي لك في العياده وبتدي له بايوكس سويت الدوز 25 عشان تديك 50 بعد اسبوع جالك خليتي 75 بعد اسبوع جالك قلت له هنفضل على 75 قال لي كده كفايه كده الدوز دي كويسه يقول لك عرفت منين؟ قول لهم الهارد ريت يعني بيبقى التارجت بتاعتك في العلاج انك توصلي نوما هارد ريت في الانفستيجيشن انك توصل لنوما تي 30 40 اسنشال في الاطفال لو جينايل او كريتينس التارجت بتاعك كمان ان الاكس ري توريك اوسيفيكيشن في البول ان يظهر وات كول اوسيفيكيشن سنتر يظهر اوسيفيكيشن سنتر في العضل يبقى التارجت في الادلتس هارت ريت تي 3 تي 4 تي اس اتش في الاطفال اوسيفيكيشن سنتر دي حاجه ثانيه مهمه علاج الاكسيما كوكو النكسيديما كوما المفروض اعمل ايه؟ اعملها وومينج اديها انتي بايوتكس لو سيب سيب فاكت بس انفكشن مش دخلها في هايبوثيرابيا لكن اوعى تنسى تدي ثايروكسين كورتيزون تديها جلوكوز وفلوتس واضح؟ المكسيديما على بعض كلها مهمة ساعات ولا بقى يلعبوا معاكم لعبة سباق لعبه زباله في العمل مش في النظر يعمل ايه بقى؟ في عيال انت حافظه شفته 7000 مره في الدروس ودخلت على الامتحان لقيته قلت بس هو ده هخش عليه ونعزع الشيت المحتوى وحتى العيال ممكن تقدمه يروح ممالك الشيت الانجليزي احسن الانجليزي احسن من الانجليزي بتاعك اصلا معايا؟ تروح مديله فلوس تروح تديك ايه؟ وتخش على الطب بمنتهى السخطية. والعيال يقول لك الأسئلة اللي هيتسأل عليها. يعني إيه الدكتور هيسألك عن إيه؟ هو يقول لك أنا جول جول. بس تروح بقى للدكتور تجي لك مفاجأة. تخش على الدكتور يقول لك فين عيالك أنت شغله عليه؟ هو الممتحن يعني مش عارف؟ ده بيمتحن عليه بقاله 20 سنة. وعارف كويس العيال ده انهم مالك الشيء وان واخد منك فلوس عارف كل حاجه اوعى تضحك يا ابني المنتح ده اوعى تضحك على منتح ما تصعبش ما تحاولش لان انت فهلاوي وانك تقدر تضحك يعني تضحك على منتح احنا ممكن يعني نلفك على صاله صغير يعني ما تطلعش فتخش عليه تقول له يا شيخ لك لا 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 انسى الشيخ خالص تقول له يعني ايه؟ يقول لك عينك ايه؟ تقول له عوضك بالجيش يقول لك لا انسان اعتبر عندك مكسيكينا وافحصه وريني هتلاقي عليه ايه؟ كده بالظبط او يقول لك العيال تقعد الصوت افحصه اللي هتلاقي طبعا ضاربين لخمه يقول له لا بيع احنا يا اما ابدومن يا اما شيست يعني عايز تسأل جنرال يبقى شوش انت ما ينفعش تسألوني هون فبالظبط كده يقول لك لا لا افحصوني على انه عين مكسيكي قول له من علاج يقول لك السيد فلوس سبعه احنا متعودين في الاكزامينشن اول حاجه بنبتدي بالابيرنس
صح؟ هقول له احنا هنلاقي اباثيتك ابيوز ويلوس كومبليكشن اوف سكيت مفهوم ولا لا؟ الكلام ده للعملي ممكن ما اقولوش واخش على موضوع اسمعوا خلي عندكم ده العمليين بيتكلموا وبيستهبلوا في الحاجه الثانيه تقول له هبتدي فايتس عايز بالصيب يقول لك ليه بالصيب يقول له غير كارب مع الفكره دي تسمع ايسو على الناحيتين اشوف الفانس على الناحيتين ونازل اشوف الهارت ريت والريزم والايكواليتي That's literally
الكالسيوم من الجسم
سرعة الحاضر كيف بالعراقيين. بص